التطور الوبائي لفيروس كورونا بإقليم صفي يسجل 5 حالات جديدة. إصابة عاملة تصبير بكورونا بأسفي يثير الرعب بين عدد آخر من العاملات. انطلاق الامتحانات الجهوية للمترشحين الأحرار للبكالوريا بأسفي. حوادث السير بإقليم أسفي ارتفاع مع رفع الحجر الصحي وتساؤل حول مدى نجاعة القوانين. مخاض مباراة الرجاء والدفاع الجامعة تنفي قرار إعادة المباراة. رئيس جامعة الدراجات يجمد عضوية مسؤولين جامعيين بينهم رئيس نادي بأسفي. نشرة الأخبار من صفي جود، أهلا بكم. ارتفع رقم حالات الإصابة بفيروس كورونا بإقليم صفي منذ تفشي الوباء إلى 87 حالة بعد تسجيل 5 حالات جديدة ليلة أمس الثلاثاء. الحالات الخمس المخالطة الجديدة تتوزع بين حيوريدا بأربع حالات وحالة واحدة بحي جريفات، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء تسجل الحالة الوبائية بإقليم صفي 54 حالة قيد الاستشفاء و30 حالة تعافي، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة. خلف اكتشاف إيجابية التحاليل المخبرية التي خضعت لها عاملة بأحدى مصانع تصبير السمك بأسفي ليلة أمس الثلاثاء حالة من الذعر والفزع بين صفوف عدد من العاملات اللواتي رفضن صباح اليوم الأربعاء استئناف عملهم قبل إخضاعهم للتحاليل المخبرية. وأكدت عدد من العاملات أن العاملة المصابة كانت قد التقت بهن داخل العمل خلال الأسبوع الماضي، وظهرت عليها علامات الإرهاق والتعب قبل أن تغادر العمل بسبب المرض. لنتابع هذه التصريحات مع حاتم شهدي وعبد الكريم جيمر. كاملين تطلبوا دابا من التحاليل، ما نقدرش نشوف ولادي وعاد جيراني كاملين، كلشي مريض. عندنا ولادنا صغار كاملين، بنتي انا صغيره ما عندهاش المناعه، خنقت لي شاربه لي الدو اليوم، ما بقاتش حدها ما عندهاش المناعه، ما بقاتش قادره تمشي عندها. ما نسمحوش لهاد الناس خاصهم يتعدوا علينا. عارفين المراه مريضه مخلينا خدامه على المراه 14 يوم في ديوركم، عاد نعيطوا لكم تخدموا باش عرفنا حنا صحاب. انسوا خرجوا على دار تاع بنادم كلها، الفابريكا كامله مرض، كلشي عيوم طولي بران وعيوم الادويه، كلشي مريض، كلشي مريض، كلشي مريض. يديروا معنا حل عليا، راجل قام في مرض مزمن في الضيقه، قال لي لا ما تدخليش، ملي تمشي تي الوسيسيري عندهم يديروا لك التحليله، ولادنا صغارك باقي نرضعوا باقي. ويذكر أن احتجاجا مماثلا سبق أن شهدته إحدى المعامل الأخرى المخصصة لتصبير السمك بعد إصابة عاملة أخرى. وتأتي هذه الاحتجاجات وسط الحديث عن عدم احترام شروط السلامة داخل عدد من معامل التصبير والتباعد بين العاملات في ظل اشتغال ما يزيد عن 200 عاملة في وقت واحد على حد تأكيد شهادات عدد من العاملات. انطلقت اليوم الأربعاء اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد الخاص بالمترشحين الأحرار بالنسبة لجميع الشعب، والتي تستمر حتى غد الخميس، فيما تنطلق بعد غد الجمعة الثالث يوليوز اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بالنسبة للمترشحين الأحرار. وستجرى يوم الثالث والرابع يوليوز بالنسبة لشعب الآداب والعلوم الإنسانية بمسلكيها مسلك الآداب ومسلك العلوم الإنسانية، وشعبة التعليم الأصيل بمسلكيها مسلك اللغة العربية ومسلك العلوم الشرعية. الامتحان دات أجواء جيدة والحمد لله، كان متداول، يعني اللي كان بريباري يعني غادي الحمد لله ما يلقاش مشكل في الأجوبة. كان الإجراءات كلها كانت مزيانة، كان التعقيم يعني كانوا عطاونا لي بافيت، عطاونا القناع، عطاونا عقمنا ايدينا، الحمد لله كانت الاجواء حسنه، يعني ماشي يعني ما كانش شي حاجه مشكل، الحمد لله كلشي داز مزيان. تحط لنا داكشي ديال كورونا في التربيه الاسلاميه قالوا لنا على كورونا، كيفاش نقاوموا هذا الوباء وداكشي. مزيان، فاش دخلنا داروا لنا التعقيم، عطاونا هادو، عطاونا كمامه بدلناها. والجديد هذا العام هو الزيار وهذا الشيء اللي كتشوفي فيه، هاد الكمامات والاجواء والتباعد الدراري على بعضياتهم. وكان امتحان في المتناول، وكان حتى التلاميذ والاساتذه داك الشيء داز مزيان الحمد لله. كانوا الاجراءات ديال التعقيم اللي دخل المؤسسه تيفرقوا علينا لي بافيت لي ماسك،
وتيديروا لينا التعقيم صافي. فاش كتدخل للكلاس راه حتى داكشي كتعقم قبل ما يعطيه لك. نغصت حوادث السير بأسفي ونواحيها فرحة رفع الحجر الصحي، وأودت بحياة العديد من الضحايا. كل يوم يموت أشخاص ويصاب آخرين، وتتشرد عائلات بفعل فقدان معيليها. التنامي المضطرد للحوادث التي خلفت قتلى ومصابين وجرحى تفاعل معها الأسفيون بكثير من الحسرة والألم، مستغربين عدم نجاعة مختلف القوانين التي سنها المغرب. حاتم شهيدي وعبد الكريم جيمر نزل إلى الشارع واستقيا هذه الآراء. حوادث السير متابعة، ولكن بنادم ما كاين نظامش بالنسبة للسطوبات، كيحرقوا السطوبات وكذا. حقيقة بنادم كاين شوية تهور، ده هو الاشكال اللي كاين، التهور بنادم شويه على ما اظن. التسامح حتى هو ما كاينش، كاين كلشي كيبغي يدوز، كلشي شويه الفوضى وصافي. المشكله سيدي هو بالنسبه للسائقين ديال المطر الدراجات الناريه، كنلقاو معاهم مشكل كبير، هما الوحيدين اللي كنلقاو معاهم مشكل كبير. والانسان يرد البال ويحاول يحترم قوانين ديال السير ديالو. النصيحه الوحيده اللي كنقدم لهاد الانواع ديال السائقين كلهم هو احترام قانون السير، وباش نحترموا قانون السير خصنا نقدروا قيمه الحياه. حوادث السير باقليم اسفي تحولت الى حرب اهليه يزداد سعيرها اسبوع بعد اخر، القاتلون فيها اناس مخطئون وضحاياها ابرياء، ذنبهم انهم صدفوا قتلة في طريقهم بدون اسلحه لا ناريه ولا بيضاء، قتلة ممتطين سياراتهم او شاحناتهم او حافلاتهم، فحولوها من وسائل نقل الى وسائل قتل. ومن الحوادث ايضا ما تسبب في عاهات مستديمه وحالات مرضية مزمنة وإعاقات وغيرها. وفي الخبر الرياضي، عادت مباراة الدفاع الحسني الجديد والرجاء الرياضي التي لم تجرى بسبب عدم حضور الفريق الضيف إلى الملعب لالتزاماتها القارية والعربية بمباراتين في الجزائر في نفس أسبوع المواجهة، لتثير الجدل حيث نفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأخبار الرائجة حول توصل لجنة الانضباط إلى قرار يقضي بإعادة برمجة المباراة. وقال مصدر جامعي أن الأخبار المتداولة حول إعادة برمجة المباراة لا أساس لها من الصحة، نافيا أن تكون لجنة الانضباط قد حسمت فعلا موقفها من القضية، وإلا فالجامعة والعصبة الوطنية الاحترافية كانت أول من سيتوصل بالحكم لتطبيق مقتضياته. قرر رئيس جامعة الدراجات تجميد عضوية أحمد رئيس، رئيس لجنة الأنظمة، والعياش بحشاش رئيس لجنة التحكيم ورئيس نادي للدراجات بأسفي، وإحالة ملفهما على اللجنة التأديبية الجامعية للنظر في المنسوب إليهما. جاء ذلك في بلاغ أصدره المكتب المديري للجامعة عقب اجتماعه عن بعد، عزى فيه قراره إلى قيام العضوين السالفي الذكر بمراسلة وزارة الشباب والرياضة، وهو ما اعتبر بمس بمصداقية المكتب المديري لجامعة الدراجات ونزاهة أعضائه، الأمر الذي يتنافى مع الأنظمة الأساسية للجامعة حسب تعبير البلاغ. وللمزيد من الأخبار زورنا على موقع safigood.com. نهاية النشرة، إلى اللقاء.